بعد مرور 8 أيام على الغزو الروسي لأوكرانيا، الإدارة الأمريكية تقر توسيع العقوبات ضد موسكو. البيت الأبيض أعلن عن إجراءات تستهدف شخصيات روسية، من بينها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، فضلا عن عقوبات ضد 19 رجل أعمال روسي و47 فردا من أسرهم. الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن هذه العقوبات الغربية التي فرضها على روسيا هي الأقوى في التاريخ، مضيفا أن وزارة العدل الأمريكية ستلاحق بوتين والنخبة الحاكمة. نتابع. Severe economic sanctions on Putin and all those folks around him, choking off access to technology as well as cutting off access to the global financial system. It's had a profound impact already. And the goal was to maximize the impact on Putin and Russia and to minimize the harm on us and our allies and friends around the world. Our interest is to maintain the strongest unified economic impact campaign that on Putin in all history. And I think we're well on the way to doing that. In the State of the Union address, I announced that the Department of Justice is going after the crimes of Russian oligarchs. The Attorney General spoke to that earlier. And who line their pockets with Russian people's money, and while Ukraine and the people are hiding in subways from missiles that are being fired indiscriminately in Russian cities. Today, I'm announcing that we're adding dozens of names to the list, including one of Russia's wealthiest billionaires, and I'm banning travel to America by more than 50 Russian oligarchs, their families, and their close associates. في تصعيد بريطاني جديد ضد روسيا، لندن تفرض عقوبات على أثرياء روس في الطبقة الحاكمة. لندن أيضا أعلنت أنها جمدت أصولا بأثر فوري لرجلي أعمال روسيين ووصفتهما بالمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبموجب هذه العقوبات أيضا تم فرض حظر السفر على الرجلين اللذين لديهما مصالح كبيرة في المملكة المتحدة ويبلغ مجموع ثروتيهما 19 مليار دولار. كما تمت مصادرة القصور التي يمتلكانها مع حظر تعامل أي مواطن أو شركة بريطانية معهما. في حديثها للشرق قالت باربرا وودوارد، وهي مندوبة بريطانيا في الأمم المتحدة، إن بلادها انتهجت عدة أساليب سياسية وعسكرية ومادية لدعم أوكرانيا للصمود في وجه الحرب التي تشنها روسيا، مؤكدة أن سياسة الضغط مستمرة من بريطانيا ومن المجتمع الدولي. نستمع. مهمتنا أن نضمن فشل بوتين من خلال طريقتين، تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وهذا ما فعلناه. أما اقتصاديا فقدمنا دعما للبنى التحتية في مجال الطاقة، ناهيك عن 120 مليون جنيه استرليني لدعم ملايين النازحين. حتى دبلوماسيا كان للمجتمع الدولي دوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتنديد بهذا الغزو. أيضا لفتت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة إلى أن فكرة إنشاء الناتو لمنطقة حظر طيران في أوكرانيا ستضعه بمواجهة مباشرة مع روسيا، ما يعني صداما عسكريا لا يريده أحد. نستمع. لطالما كان الناتو حلفا دفاعيا وسيكون مستحيلا بالنسبة له أن يضمن منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لأن هذا سيجعله في مواجهة مباشرة مع روسيا. الحلف سيجتمع في بروكسل هذا الأسبوع لبحث ما يمكن فعله وللتعبير عن تضامنه ودفاعه عن الجهة الشرقية من أوكرانيا. وبخصوص العقوبات البريطانية ضد روسيا، قالت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة للشرق إن بلادها ركزت على استهداف الطبقة الثرية التي كان لها دعم مباشر أو غير مباشر للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مؤكدة نجاعة هذا الخيار في إضعاف الاقتصاد الروسي. نستمع.
بريطانيا اعتمدت حزمة عقوبات هي الأقصى، عقوبات استهدفت أفراداً وكيانات روسية لديهم مشاركة مباشرة وغير مباشرة بدعم هذه الحرب، كما استهدفنا أيضاً المصارف التي يمكن أن يستفيد منها بوتين لتمويل عملياته في أوكرانيا. سمعنا المتحدث الروسي حين قال إن الاقتصاد تعرض لضربة بسبب العقوبات، وهذا صحيح، لكن الهدف الأساسي من هذه القرارات رصد من يقدم المساعدة المالية لهذا الغزو.